تريلا بالعربي. كتاب ساق البامبو. حازت هذه الرواية على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2013 في دورتها السادسة، وهي تطرح قضية الهوية في مجتمعات الخليج العربي. وتتناول هذه الرواية قصة تدور بين الكويت والفلبين، حيث تسهب في موضوع العمالة الأجنبية في الخليج وأجيال تولد لزيجات مختلطة. ومن هنا تتجلى ازدواجية هوية بطل الرواية، بدءا باسمه المزدوج عيسى أو خوسيه، ويحتدم جدل الأديان الذي يعيشه، وهو من أب كويتي مسلم وأم فلبينية مسيحية. وفي الرواية أيضاً شيء من معاناة العامل الفقير في البلدان الغنية، غير أنها ليست أساس الحكاية، لكن الرواية تحمل الكثير من الأحداث البسيطة في شكلها والعميقة في بعدها الإنساني، وصيغت بأسلوب أدبي سلس. صدر هذا الكتاب عام 2012، ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها عيسى قبل الميلاد، عيسى بعد الميلاد، عيسى التيه الأول، عيسى على هامش الوطن. كتاب ساق البامبو من تأليف سعود السنعوسي. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.